اليوم مصطفى لعبة التوازن على البالونات معك ثلاث فرص ومعك نوت الإيش على الأرض يلا اثنين ثلاث واحد لا 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 هيا أول محل رح يخسر أوه ماي جاد ثبتت 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 مصطفى لسه دحني ولا لا انا كنت اتدرب اصلا لازم تتدربي قبل ما تصوري كمان مره خلينا يلا بينا نعمل اجمل حركات اكتبوا لنا بالكومنت مين عمل اجمل حركات يلا خلينا نعمل احلى حركات انا اتدربت على حركه حلوه وانا تلعب تركني بس